ومع استمرار إسرائيل بتوسيع رقعة استهدافاتها في القطاع، تتواصل الاشتباكات بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية على نحو 6 محاور رئيسية في القطاع، وأدت المواجهات المباشرة إلى سقوط 3 جنود إسرائيليين خلال المعارك في الساعات الماضية وفق الجيش الإسرائيلي، فيما أعلنت كتائب القسام أنها قضت على 25 جنديا إسرائيليا وأصابت العشرات ودمرت 41 آلية عسكرية كليا أو جزئيا خلال 72 ساعة الماضية. هاني الشاعر، أهلا بك معنا. هاني، بداية، ما آخر تطورات الغارات الإسرائيلية؟ نعم، يعني في سابقة خطيرة قبل قليل تم قصف معبر كرم أبو سالم من قبل الطائرات الإسرائيلية، وهناك 4 من الضحايا، من بين هؤلاء الضحايا مدير معبر كرم أبو سالم بسام غبن. وهذه الغارة طارت مرفقا في داخل معبر كرم أبو سالم الذي بدأ بالعمل بعد أن قامت إسرائيل بفتح المعبر وإدخال المساعدات عبره منذ عدة أيام. عاد العمل في المعبر الفلسطيني كعادته لاستقبال هذه الشاحنات والإشراف عليها والتفتيش وتأمين عبور الشاحنات بإشراف هذا المدير، الذي جرى قصف مرفقا في المعبر يتبع لهذا المدير وأدى إلى سقوطه، وثلاثة آخرين معه نقلوا إلى مشفى الشهيد أبو يوسف النجار في مدينة رفح، وهي سابقة خطيرة بحسب هيئة المعابر في قطاع غزة. في تصريح مقتضب قبل قليل أكدت به أو من خلاله هذه المعلومات. أيضا في خان يونس قبل قليل كانت هناك غارات وقصف من قبل المدفعية، ما تزال أيضا تسمع أصوات الاشتباكات في خان يونس. منذ ساعات الفجر حتى اللحظة 55 ضحية وصلوا المشفى الأوروبي ومجمع ناصر الطبي بفعل الغارات التي طالت منازل سكنية ومناطق عدة في خان يونس، كذلك الحال في المنطقة الوسطى. أيضا في مدينة غزة هناك نحو 70 ضحية بعد التراجع التكتيكي للدبابات عثر عليها في شارع 30 في وسط مدينة غزة، وهناك ضحايا آخرين أيضا في مناطق عدة شرقي وغربي وشمالي غربي مدينة غزة. في منطقة الشمال أيضا جبالة تحديدا هناك اشتباكات عنيفة ما تزال تدور في المنطقة الشرقية للمخيم، ويسمع أصوات قصف مدفعي عنيف متواصل من قبل الدبابات ومن قبل المدفعية الإسرائيلية وغارات أيضا من الطائرات الحربية، والسقوط عشرات من الضحايا ينقلون إلى مركز صحي جبالي على وقع هذه الغارات. إلى أي مدى بلغت وتيرة الاشتباكات في محاور القتال؟ نعم، يعني نرى ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الاشتباكات، وهذا مؤشر ربما على تكتيكات جديدة ربما تتخذها الفصائل الفلسطينية، لأن القتال لم يسمح حتى للقوات الإسرائيلية بالتقدم في بعض المناطق سوى أمطار معدودة كخان يونس على سبيل المثال. هناك محاور القتال ما تزال هي في الأسبوع الثالث على التوالي، ولم تدخل الدبابات مناطق جديدة رغم أمر القوات الإسرائيلية للسكان بإخلاء المنطقة الجنوبية من خان يونس التي يقطنها نحو 100,000 نسمة تقريبا، كمناطق كزان النجار ورشوان والبطن السمين ومنطقة البلد، أجبرتهم على النزوح إلى مدينة رفح ربما تمهيدا لتغيير مسار العملية العسكرية والدخول إلى خان يونس من هذه المنطقة التي تعتبر منطقة رخوة، منطقة زراعية يسهل الدخول والعبور منها والخروج أيضا. لكن حتى اللحظة بالإمكان التحدث أن محاور القتال في خان يونس على حالها، هذا من جانب. من جانب آخر أيضا في الشجاعية وفي جبالية محاور قتال عنيفة، لم تستطع القوات الإسرائيلية في الأسبوع الرابع على التوالي أن تدخل حتى قلب هذه الأحياء المكتظة سكنيا، وتواجه قتالا عنيفا متواصلا معها من قبل الفصائل الفلسطينية. حتى مناطق تقع في شمالي المنطقة الوسطى وجنوبي المنطقة الوسطى كدير البلح ومنطقة المغراقة ومنطقة وادي أبو قطرون شمالي شرقي البريج وأجزاء من منطقة الزيتون والصبرة بها اشتباكات عنيفة، وأيضا فصائل فلسطينية تنشر عشرات الرسائل المقتضبة وبعض مقاطع الفيديو توثق به العمليات التي تقول بأنها نفذتها ضد القوات الإسرائيلية في عمق قطاع غزة. البعض منها يطال آليات عسكرية والبعض الآخر جبات مصفحة شكرا لك حمر، وأيضا جرافات وبيوت تتحصن بها قوات إسرائيلية كما يعني يأتي في هذه البيانات. شكرا لك من رفح الصحفي هاني الشاعر.